السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه اني تي في. نتمنى بان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كلنا كنمروا بنفس الظروف اليوم، كنا بنفس هكا، لهذا يحتم عليا انني الفيديو ديالي ديال اليوم خاصو يكون فيديو اللي هويا من ارض الواقع اللي كنعيشوه، يعني ماشي شي حاجه كنديروا، الحاجه اللي كنعيشوها، الحاجه اللي خصنا نديروها بعيدا عن اجي نشوفوا روتيني ولا اجي نشوفوا هاد الوصفه ولا اجي نشوفوا طبخاتي ولا هكا. حنا اليوم حنا قدام واحد الوباء اللي هو يا قد ما هو وباء، قد ما خاصنا دائما نشوفوا الحاجه الايجابيه في الامور، دائما خاصنا نشوفوا النصف الممتلئ من الكاس. سي فري هو وباء جا قضى على بزاف الناس، سي فري هو واحد الفيروس اللي هو غادي يعاني منه بزاف الناس، سيغت بان بزاف ماتوا بزاف هكا، ولكن دائما كيف كنقول خاصنا نشوفوا الجانب الايجابي من الامور. الجانب الايجابي من هذا الامر هو انه عندنا واحد الفتره اللي هي نبركوا في ديورنا، كنهتموا بولادنا، نهتموا براسنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، هذه سخت دين فيها، كنحسوا بالاخرين. ملي كنشوفوا هاد الناس الهمجيين مؤخرا، وي كنقول انا همج اللي كيمشي وكيبركوا مع داير لك الكادي كامل معمرو ببزاف السلع بزاف هكا، بحال كاين غير هو الانانيه كتكون وما كيفكرش في واحد الانسان اخر، وما فكرش حتى هذاك هذاك الشيء الهاز يدير له واحد القفه هكاك سله يدير فيها حاجه 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 من حاجه ويمشي يحطها لشي واحد ولا كانه فكر غير في النفس ديالته هكا. كتخلينا نشوفوا في شحال من حاجه ان الانسان راه واخا هكا كيبقى عنده واحد الطبع حيواني، ما غاديش نقول انا ما كنعممش، يعني كنقول انا على الاشخاص اللي هما معنيين بالامر، الاشخاص اللي مشاو باكين كيديروا هذيك القضيه ديال هذاك التسوق الهمجي، هذيك اللامبالاه، هذيك الانانيه الزائده، هذا هو اللي كنهضر عليهم. يعني كتبين بان الناس بحال هكاك هما اللي غادي يجي مثلا شهر رمضان ان شاء الله غادي يبركوا هما الاولين، ولا هما مسكين يقولوا شكون اللي غادي يدير معنا حمله ديال الاستغفار، شكون اللي غادي يصلي معنا غدا صلاه ديال هكا، شكون اللي غادي يصوم معنا نهار سميتو ولا نهار رمضان كتلقاه هو الاول غادي كيمشي يصلي لي صلاه التراويح، عرفتي تصلي له هكا وانت يدير واحد سميتو احتكار سلعه وكنفكر غير هكا. كيف انت يفكر سي في راسك، كيف لقيتي لي موايا بانك تشدي هكا، فكر في واحد اخر، فكر خذ غير هذاك الشيء اللي على قدك. كنقولوا جوج سيمانات الواحد كاع الى دا في دماغه ياخذ على شهر ماشي على عامين، يعني الواحد يكون فيها هكا. الناس خذوها بواحد المفهوم اللي كنقولوا حنا برك جوج سيمانات عندك في دارك، برك جوج سيمانات يعني ماشي صبرك جوج سيمانات مخلي الدراري كيخرجوا يلعبوا، ولا انت عاد برك تقول لنا غادي نمشي عند عائلتي هنا ولا هكا ولا هكا. نو، ملي كيقول جوج سيمانات برك في دارك، جوج سيمانات برك ما عندك لا زياره لا هكا، فهاد سميتو كلشي عارف. يعني انا براسي اللي كنهضر معكم عندي صديقه وعزيزه عليا بزاف بزاف بزاف، ولكن لي ظروف من اجل صحتي انا ووليداتي وصحتها هي والبيبي ديالها وداكشي راه على ما شايف الولاده وداكشي، ولكن ما يمكنش لي بان نمشي نشوف اولاد لانها الظروف، لان هنا كيف كنفكر انا راسي نفكر لها حتى هي، يعني الواحد ما عارف نقدروا كلنا نكونوا دي بورتور ديال هاد، نكونوا حاملين لهاد الفيروس، ما حتى واحد ما كيعرف شنو، يعني نقدروا لان هي العوارض ديالته هي كتكون 5 ايام هكاك، ما غاديش نتما حتى واحد ما عارف راسو اش كاين، باش انا نحمي الاخرين ونحمي راسي ونحمي هكا نجلس في داري. ملي كنقول نجلس في داري ماشي حيت جالس في داري ما غاديش نوض برك ندير نو انا تنكون غادي خارج عاد نغسل ايديا، نو نوض نغسل ايديا ما غاديش ندير لها ديزانفيكتو، حنا كنقولوا ديزانفيكتو داكشي حنا كنديروه ملي كنكونوا خارجين، ملي كنكونوا دايرين سميتو احتكاك مع العالم الخارجي معاك. انا كن في داري نغسل ايديا بالماء والصابون، نغسل ايديا بالماء والصابون مزيان كيف كنغسلوها نورمالمون، هاد العاده خاصها تكون عندنا العمر كامل، تكون عندنا العام كامل، ماشي حتى كاينه كورونا عاد نوضو نبركو كنغسلو في يدينا ولا هكا. ملي نكونو كنعطسوها هي دائما عاده كيكون خاصنا نديرو البابي هكاك المناديل الورقيه ما داش لوكود ديالنا، هذه خاصها تكون دائما. الحاجه اللي تجدات هي ان التسلام والتعنق وداكشي ما عندنا ما نديرو به، كاينين دابا بزاف لي تروك بالكود هكا كيدار بالكود كيدار برجل، هذا هو السلام حاليا. هاد الناس اللي كيديروا الكونتاكت اللي كيكونوا خارجين هكا ما كاينش السلام من هكا، ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها لا قله احترام لا حتى شي حاجه. كاينين الناس اللي غادي يقول لك راه كاينه غير موت وحده، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وي حنايا عارفين هادشي كامل، وي عارفين
ولكن ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه. هذه هي راه كاينه، يعني الواحد ماشي كتحافظ غير على راسك وكتحافظ على الشيء الاخر، يعني حتى هذا راه من الشيم ديالنا حنا اولا كمسلمين، وعاد نزيدو كانسانيين، يعني راه من الشيم ديالنا كيف كنحافظوا على راس ديالنا نحافظوا على وحدين اخرين. وباش نحافظوا على راس ديالنا ملي كنقول ما حنا كنكونوا في الدار، نكون في الدار ماشي يعني صافي نكون في الدار راني بارك ما نبركش، نو، نغسل يدي بالماء والصابون والتنظافه الذاتيه ديالتي، يعني ماشي حيت ما كنخرجش نو، ندوش عليا يوميا الا كانوا عندي الامكانيات. حنا عارفين بان ماشي الكل عندهم سميتو الماء سخون ولا كيكونوا هكاك زعما كان عندهم ميم الحمامات فين يعوموا لها هكا، ولكن على الاقل ما عنديش انا فين نمشي نعوم، انا كاري غير بيت مثلا ولا هكا، غادي ناخذ غير بانيو صغير غادي ندير فيه الماء دافي وغادي ناخذ واحد الخريقه فيها الصابون وندوز عليا، خاصه في المناطق اللي داين هكا كندوز هكا يوميا ما فيها حتى شي حاجه، حتى هذه حاجه من الحمايه حتى هي اللهم هادي ولا بلاش حاجه. هذه واحد حاجه ثانيه، اغلبيه كيمشيو كيباكين كيشريو انه غادي نمشي نشريو ديتون نشريو هكا نشريو هكا المطهرات كي وي، هذه حتى هي كاينه، ولكن راه كاين الخل، كاين الخل حتى هو، الخل حتى هو نديرو في سميتو شويه عندنا في سميتو في المواعين ديالنا ملي كنا باغيين نغسلوهم في الاوانين ديالنا، غادي نزيدو عليه الصابون ديالنا ونغسلو بالمواعينات، يكون شويه الماء سخون حتى هو الا ما كانش واخا يكون بارد ولا بعد كاع حنا زايدين الخل نديرو فيه، نديرو نقيطه هكاك في البانيو اللي غادي نغسلو فيه الخضيره ديالنا وداك الشيء، هذا حتى هو ملي نكونو باركين في سميتو نديرو به نمسحو به البوانيات ملي كيكون واحد غادي يدخل غادي يخرج هكا داك الشيء ديال الباب من اللي كنبغيو نهبطو هكا مثلا في الدروج، هذه حتى هي نديرو حتى هويا في الارضيه. انا كندير الملح، يعني كاين اللي كيدير الملح كاين اللي كيدير الخل، دونك حتى هذه دايرين غير هي ما نخلطوش هادشي مع جميل. انا كنقول لكم لي ويسي ديالنا حاشاكم حتى هما يمسحوهم حتى هما بالخل، هادو كلهم خل معقم ورخيص، يعني اي واحد عنده دير فيه هكا. الحاجه الثانيه اللي كنسمع مؤخرا هما اغلبيه الناس كيديروا وي هذاك التبخير ديال نبخروا بالشيح ونبخروا بالخزامه القرنفل اوكاليبتوس هادشي مزيان، هادي حاجه جميله جدا هي كنبخروا بها، ماشي غادي نديروا الوقايه ديالنا، هي كتكون كمطهر وملطف للجو، يعني وكتكون كان بيغيفيو الجو ديالنا، يعني كيولي لطيف وكيكون يعني ماشي معقم يعني مطهر، يعني ما فيش بزاف سميتو كنقتلوا هذوك البكتيريا اللي كتدير فيه. هادشي اللي حنايا باغيين نديرو، ولكن قبل ما نديرو هاد القضيه ما غاديش انا نسد الشراج يوميا ونبرك يوميا كنبخر واحد شويه، حنا باغيين نلطفو الجو ماشي نسممو الجو، دونك قبل ما ندير هكا شريج ماتي في الصباح نفيق بكري، هذه حتى هي نوع من انواع ديال اللي كنقولوا المناعه، هذه نوع من انواع المناعه هو انني نفيق بكري ونستنشق الهواء ديال الصباح حتى هويا، راه الفيروس راه ما كاينش في الهواء، الفيروس راه كيطيح، يعني نحل شريج ماتي نحلهم نحل هنا نحل هنا، خاصني نخلي هذيك الكوندير يدوز واحد شويه، ملي كيضرب مزيان هكا قسميتو ندير من بعد عاد ندوز هذاك سميتو البخور ديالتي ديال الشيح الخزامه القنفل الاوكاليبتوس الحامض وداك الشيء نديرو. هذه حاجه. الناس الثاني اللي كنشوف واحد الخطا اللي كيديروا مؤخرا هو اغلبيه ولاو كيمشيو باكين كيديروا لي ديفيزور حتى هما كيمشيو كيديروهم، هذا مزيان غادي نديرو فيه خاصه نديرو فيه الاوكاليبتوس ونديرو فيه الخزامه. غير هي واحد الحاجه اللي بغيت نقولها هو انه ما خصناش نتعدوا 10 دقائق 10 دقائق في البياسه، مثلا ملي غادي نديرو خاصه الا كنت ندير في البيوت ندير نسد الباب ديال البيت ونخرج نخلي 10 دقائق نمشي نحيد من داك البياسه ندير في بياسه اخرى، البلاصه اللي غنكون فيها مثلا انا ولا وليدات ما خصهاش تفوت 10 دقائق، لان ملي كتفوت 10 دقائق لي زويل ايسونسيل ابخي راه سون توكسيك، يعني راه من بعد كيعطوك لا ميغرين من كيقول لك لا انا مؤخرا راسي ضامني وعندك تكون فيه الكورونا، هضر اغلبيه سميتو دايرين هكا نو، راه الديفيزور اللي تقعد نتا كتخليه كيخليوه فوت من نص ساعه فوت من هكا نو، راه 10 دقائق الا 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 كثرنا هكا 15 دقيقه با بليس ما خصناش نفوتوها، يعني من بعد راه غادي تدير لكم شقيقه دير لكم راسكم غادي دير سميتو النيف هكا كيولي سائل كيبدا يكيسي لك وداك الشيء، دونك لي زويل ايسونسيال الزيوت الاساسيه عافاكم ما تديروش ماشي واحد الكميه اللي بغينا، خمسه نقيطات بركه خمسه نقيطات ما غاديش ندير 20 نقطه ونخليه بارك وكيدير نو باش يعطيني اكثريه نو، راه المده ديال الديفيزي هي اللي كتكون دايره، يعني بلا ما نديروها بزاف. حاجه ثانيه اللي سميتو كنديروها باش اللي غادي نعطي لكم هذه كنصيحه،
ملي غادي كنشوفوا هذا الشيء ديال الباب وهكا وكل شيء، وخاص الواحد يكون دائما عارفين بان باش ما يبقاش يعطس بزاف باش النيف ديالو ما يكون سائل. من الحاجات اللي خاصنا نديروها كوقايه هو اننا ناخذوا لي فيزومير، دونك لو سبراي نازال اللي كيكون ديال التبيه هذاك ديال الماء ديال البحر هكا، باش كنديروا حتى هويا وكنديروا النيف ديالنا هذا يوميا لافراد العائله ديالنا هكا كلشي كلهم في الصباح داكشي يكون، باش كيكون النيف ديالنا فريمون حتى هويا طاهر. انا نقرب لكم باش كتشوفوا، راه اغلبيه عارفينه هذا كدير هكاك باش كدير في الليل هكاك حتى هويا. هذه النصيحه، هذا كننصحكم بانكم تاخذوا الواحد الا باغي يدير تحميه، وخا نكونوا في الدور ديالنا ملي كنحلوا شي جماس نكونوا هكا وداكشي، هذا حتى هو النيف ديالنا حتى هويا من بين الاشياء اللي حتى هي كتحمينا، يعني من بين الاشياء اللي حتى هي كدير لنا الوقايه بالاضافه الى غسل اليدين بالماء والصابون. الحاجه الثالثه اللي كتسالت مؤخرا وهي ان المناعه، خاصنا باش نزيد المناعه ديالتي خاصني ناكل الثومه بزاف، ندير سميتو هذا سكين جبل بزاف داكشي، هادشي كلها مزيان وي مزيان، ولكن المناعه ما غاديش تجي تكبر بين ليله وضحاها، نكون متفقين المناعه ما تكبرش بين ليله وضحاها، والمناعه ما غاديش تجي حيت تبارك تاكل واحد المكملات غذائيه بحال هكا هذا فيتامين هكا هذا فيتامين هكا غادي تقوي لك المناعه. نو، المناعه سواء كتكون عندك من الاول كتكون عندك مزيانه او كتنميها بالتغذيه الصحيحه، يعني التغذيه الصحيحه هي اساس سميتو الصينيين تما ملي حاصروا الفيروس الكورونا راه كانت بالتغذيه الصحيحه، يعني حيدوا داك وي غادي تقول لي هما يا هما السبب وداك الشيء هما السبب، ولكن حنا كنشوفوا على الدرس اللي تخاد الدرس اللي تخاد، يعني الواحد ما غاديش يقول لك ولا ملي غادي ندير نور ماكلتنا الصحيحه. اغلبيه اللي كتمشي تشوفهم دابا كاين ماشيين يشرو في الدقيق وشرو في الزيت وشرو في السكر وشرو في هكا، كتعرفوا بان راه السكر نيت الا مثلا واخا تاخذ الثومه ديال العالم كامل وتشد لي واحد البراد ديال اتاي عامر بالسكر مزيان وداك الشيء، ومن بعد تجي تقولها بان راه الفيروس ما غاديش يدير لك، الفيروس غادي يجي غادي يبقى لك عم داير لك السكر بزاف، هذيك بالعكس راك هيئتي لواحد المكان اللي هو جيد للتكاثر. باش نكونوا واقعيين، يعني باغي تقضي وتكون المناعه ديالك مزيان نقللوا من السكر ونقللوا من الملح، هذه من الاشياء اللي خاصنا نديروها، نقللوا من المقليات هي يا الخبز وداك الشيء، مالوغوزمون اغلبيه غادي يكون هاد الايامات كياكل الخبز الابيض، يعني اغلبيه دوك الدقيقات اللي كنشوفوا داك الشيء بزاف اللي هزوا الدقيق البيض بزاف داك الشيء دوك راه دايرين، خاصنا حتى هو نقصوا منه، يعني التغذيه ديالنا صحيحه بالبوله الشعير دي تخوك بحال هكا الخضر بزاف، في الصباح ملي نديرو نفيقو نشربو لينا واحد العصير، عصير ديال الالياف عصير ديال لي زيبينار ديال الباربا ديال هكا كنشربهم حتى في الصباح، باش هادو هما اللي كيقوو لينا المناعه ديالنا. هذيك الحسوه اللي كنا كنديروها في الصباح حتى هي يا التمر الفواكه الجافه هادو هما اللي الاشياء اللي كتقوي حتى هي المناعه. سيغ نبداو في الصباح نبداو بواحد سميتو العصير اللي غادي يكون حتى هويا فيه سميتو هذا ماشي عصير ديال نقول المشروب الساخن، يكون ديال الحامض وديال السكنجبير هكا، ولكن ماشي غادي نقولو هذا كيكون كديتوكس، هذا كيكون ك طارد للسموم من الجسم، ملي كطرد لنا السموم من الجسم حنا ملي كنعطيو هذيك الساعه الجسم ديالنا التغذيه الصحيحه كتكون عندنا المناعه هي هذيك اللي غادي تسد لنا وتبقى لنا مزيان، باش كتبقى عندنا الطاقه، والطاقه هي اللي كتكون ديفونسور ديالنا هي اللي كتكون كتحمينا، يعني خاصنا نكونوا باش القضاء على هذا الفيروس خاصنا تكون عندنا طاقه جايه من التغذيه، وعندنا الطاقه اللي هي الجسمانيه بطبيعه الحال جايه من التغذيه وداكشي، وخاصها تكون عندنا حتى الطاقه الذهنيه، يعني حنا نكونوا ايجابيين في تقبل الامور، اي حاجه حنا عارفينها بما انه الا اقدار، ولكن الواحد ما فيها حتى شي حاجه الا حسن من هاد الاقدار وداكشي، نتعاونوا مجموعين باننا نعرفوا بان المكوث في المنازل راه وقايه لينا، وراه حرص على الحياه ديالتنا ولا حياه الاخرين، يعني هذه حاجه باننا نفكروا في الاخرين، كاينين الناس الله يحسن العوان الله يحسن العوان الله يحسن العوان راهم عندهم غير القوت اليومي، يعني كيخرج باش يخدم باش يجيب هذيك ماكلته، راه دابا ملي حبسوا كلشي نفكروا فيهم حتى هما، يعني واحد ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي دير شي كفيفه ياخذ كفيفه من عنده هكا كيدير فيها مسائلته ويمشي يحطها عند شي واحد ولا هكا، يدير خاصه في داكشي ديال القطاني وهكا، لان هادو هما مزيانين، ماشي باش نعطيه الدقيق والزيت ونقول صافي نو، كل قطاني نعطي شويه العدس شويه اللوبيا شويه الحمص شويه الروز هكا سي دو تخوك بحال هكا، دايرين الجلبان الخضره دايرين هكا المسائل، هادو هما اللي كيديروا، يعني نحاولوا بان في هاد الفصل سميتو اللي داير باننا نكونوا متضامنين،
بان يكون عندنا واحد الوعي، وبان ميم الا خرجنا خرجوا للضروره، نخرجوا للضروره دائما، دايرين ليغاسي ديالنا، محافظين على راسنا، مشينا شي بلاصه نخليو واحد المسافه ديال الامان، كيف كنخلوها في السيارات وداكشي نخلوها حتى في مسافه الامان، هي اللي هي 1.50 متر، يعني متر ونص ديال ما بين كل واحد، ملي كتكون في شي مكازا ولا شي حاجه ما فيها حتى شي حاجه. الواحد باغي يقضي مسائله لهكا يمشي في الصباح بكري، يمشي يقضي مسائله ويرجع للزربه هكا، وغير واحد ولا هكا السيده اللي غادي تكون غادا خارجه ما تماش غادا خارجه بوليداتها ولا هكا، ما عندك شكون يشد لك وليداتك، بركي في دارك حتى يجي راجل كل يكون خوك ولا يكون هكا، المهم ماشي تما غادا. دابا حنا هما ملي قالوا لهم سدوا المدارس وداكشي باش الدراري كينقلوا هكا وداكشي، ما غاديش انا نخلي انايا ولدي ولا بنتي ولا هكا غادا في لي غيون هكا في المكازا ولا في المارشي ولا هكا تقيس هذا وتقيس هذا وتقيس هذا ونقول منين دارت نو، حنا باغيين نحميهم نبركوا في ديورنا من بين الحاجات اللي سميتو، نشدوهم في الدور ما نخليهمش باركين كيلعبوا لا والو غير ولد الجار ولا نو، نخليه في الدار. انا جوج سيمانات راه ما سمعت نخلي عندي في الدار، ما غاديش نمشي نسير تسخن لي الحانوت ولا كانو نمشي نسخن انا راسي ونخلي وليداتي في الدار. هذه نصيحه، نخلي وليداتي في الدار، باغا نديرو مع الله باش نلاهيهم. كاينين في سميتو قاريه غادي نعطيهم لي زيكزارسيس بزاف، راه كاينين في الانترنت ولا كان نقدر ندير لهم سميتو امبريمي من تما كنخرجو، راه كاينين المدارس اللي عطاو فريمون دي كونطرا مثلا بحال بنتنا عطاوهم دي كونطرا فيها بزاف تسد التمارين وداكشي اللي غادي يديرو لهم. كاين اللي ما قاريش ولا هكا غادي يشد غير الدروس اللي مثلا هما ما عطاوهمش مثلا التمارين وداكشي، راه كنهضر بالنسبه للابتدائي مثلا في الاعدادي وفي الثانوي وداكشي دوك راه عارفين راسهم، واغلبيه هنايا كانوا عطاوهم هذاك سميتو ديال اديستونس يعني عن بعد. في المغرب ما عرفت قال لك في الجامعات، بالنسبه للكوليج والليسي الله اعلم جو كرو ما كاين والو، ولكن انا كنهضر على السيدات اللي ما قاريش ولا هكا تشد بحال هكا تعطيه يكسب يكتب يكتب هذوك النصوص، يكتب هكا هذا اليوم ثاني في العشيه يمشي يدير شي حاجه ديال الكولورياج، شي لعاب يلعب بهم ولا شي ما عنده باش يدير، شفت هذوك غير هذوك القريعات لي بوشون ديال القراعي حتى هما يدير بهم، نخليهم يديروا يطوروا سميتو ديالتهم. نشوف في هذه الفتره يقدر نكون انا ما عارفاش بان ولدي ولا بنتي عنده مع الرسم ولا عنده مع شي بريكولاج ولا عنده مع سميتو، علاش لا خليهم هاد سميتو هاد الفتره ندير لهم فتره محدده في الصباح انهم يقراو وفي العشيه يلعبوا، ولكن في الدار ما نخليوش ناخذ معاهم الخاطر، ناخذ في سميتو واحد الفتره من اجل سلامتهم، من اجل سلامتهم ما نخليوش باكين في الزنقه لا حد يحس باغا نبقى باكا جالسه في التليفون ولا باكا باغا نتفرج في المسلسل ديالي ولا باغا نخمل واحد البيت اللي انا بان لي البيت هذاك نخملو غير دابا، راه عندك مده كافيه باش تخملي، راه ما تخملي فيق الصباح قبل من ولدك ولا بنتك وخملي البيت كيف ما بغيتي وبركي النهار كامل مع سميتو. نتمنى بان سميتو نكونوا واعيين، فرحت بزاف ملي كنشوف سواء في الانستغرام ولا في الفيس ولا هكا على الوعي ديال الشعب ديالنا المغربي. تحيه خالصه وافتخر بانني مغربيه، ملي كتشوف بان كوم ميم غادي نقول 80% ما غاديش نقول الكل، كتشوف اغلبيه المدن انهم تصنتوا سميتو ملي قالوا بانهم خاصهم يحبسوا على الخروج، حبسوا بانهم كاينين هذاك الاحترام ديال المسافه كاينين، ولكن كاين واحد 20% خاصه هي يسدي نتعاون مع مجموعين، وهذه فتره دير علينا كامل ضامنوا فيها اول مره بان الكل كيتضامن نديروها، لان هذا كيحدد مصير ديال وليداتنا من بعد، كيحدد مصير ديال بزاف الناس من بعد، يعني ما نكونوش انانيين وما نكونوش بواحد الفكر هكا صغير ولا داكشي، نكبروا دماغنا ولاول مره نتصنتوا راها افضل حاجه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وان شاء الله الكل يكون على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. أحبكم في الله.